هذا الموضوع هذا كيخص الشباب بزاف، يعني الاحسن انسان خاصو يتحرك، يفيق في الصباح بكري، يمشي يقلب على الخدمه ويبدا بتجارب ويدير التجربه الاولى والثانيه والثالثه، واخا كاع ما يكونش ما ينجحش فيها يعاود يحاول مره واحده اخرى، لان اللي كيحاول مره وجوج وثلاثه الرابعه كتصدق، لان الانسان خاصو يبقى متشجع متشبت بالحياه وبحاجات الايجابيه. الانسان خاصو ينظم حياته، يعني خاصو ينعس بكري باش يقدر يفيق بكري السبت والحد، يخليهم للرياضه ويخليهم للخروج ولا شي حاجه، وفي وسط السيمانه يدير الوقت ديالو يرتبو باش يقدر في الصباح يفيق بكري ويمشي للخدمه ديالو، ولا يمشي يقلب على الخدمه، ولا يمشي يدير داكشي اللي خاصو يدير اون جينيرال. لا 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 الشباب اللي انا على نظريه ديالي اللي كنلقاهم بان كيكونوا مثلا كيقولوا بان راه ما كاينه خدمه، يقدر نقول بان كتبقى البدايه كتبقى من راسه هو، لان يقدر يسبب هو راسه، يقدر يدير مثلا السبب اللي هو يحاول النفسيه ديالو هي الاولى يتحكم فيها باش يبدا يقلب على العمل اللي يبغى. الا ما كانتش النفسيه ديالو بعدا هي الاولى بعدا تحكم فيها بان باش يلتجا باش يقلب على الخدمه، راه ما عمره غير لقى خدمه. ولكن انا السبب الاول اللي كنلقى على الشباب كنلقى بان اكثريه هي التخدير الاولى، التخدير هي السبب اللي كيكون الانسان كتخليه فاشل. ونزيدوا الوالدين، كان واحد النسبه ديال الوالدين، ما نقولوش كلشي ولكن واحد النسبه ديال الوالدين اللي هما يقول لك راه الفلطة حتى لدير هاد الشباب هذا، لان مولا 18 عام يقول لك رانا ما عندناش، راه خصنا هو ما قاري لا وظيفة لا مهنة لا حتى شي حاجة، فهمتي؟ على الأقل تكون عنده واحد مهنة وتكون عنده شي حاجة، باش على الأقل حتى إلا طلب شي حاجة على الأقل تكون زعما هذاك الطلب ديالو حتى إلا ترفض نقولوا علاش. ممكن أكثرية ديال الناس أولا لا خصني الدولة توظفني، لا خصني الدولة توظفني، هذاك الحال اللي قال له هذاك الحال اللي قال له ذاك لا 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 الطلبة أداء الأساتذة المفروض عليهم، التعاقد المفروض عليهم، وهذاك ما فرض عليهم حتى شي واحد التعاقد، هما اللي جاو وقعوا داك الشيء فعلا حنا بغينا نخدموا هذا الشيء اللي كاين. بولقاو بصح ما غاداش يمشيو ينعسوا وكذا، حيت ممكن أنا كنعرف بزاف اللي قراو بديبلومات ديالهم وما داروا والو. دوش بحال هو دابا بحال دابا غتخدمي من 8 د الصباح حتى ل 8 د الليل والسالير ديالك ما غاداش يكفيك، شحال غتشدي؟ انا كنعرف الدراري وكنعرف كدا خدامين شحال كيشدو 60,000 في التفكير ديالو صراحه، كاين اللي ما غتكفيش فهمتي، وكاين اللي بحال غنقول لك صافي غادي صافي غيمل صافي غيقول فهمتي اللهم نمشي نعس وصافي، كيفقد الامل في شي حاجه ولا تكون العائله ديالو موفره ليه كلشي وصافي كيعكز فهمتي، صافي كيقول انا موفر ليا دابا كلشي صافي، دونك غيقول انا غنسهر الليل كامل ونفيق نوصل فهمتي، اللي بغاها بغا صرف باش يخرج مع صحابو باش يشري هادي باش هادي كيلقى. يعني الا خرج ماشي الانسان يبقى ناعس وغيجي والديه يصرفوا عليه ولا مثلا خواتاته يصرفوا عليه، هو خصو يكون راجل يمشي يضبان على راسو فاش ما كان، الحمد لله خدمه كاينه، السيكيريتي كاين، كلشي كاين الحمد لله. كلشي الحمد لله كاين، الخدمه موجوده، يكذب عليك ما كاينش ما كذبش، ما كاينش الانسان اللي غيقلب يخرج يقلب على الحلال وما غيلقاش، الحلال موجود. وبالعكس بالعكس راه في مصر عندهم الدبلومات والدكتورات وكيخدموا كيخدموا بقل من هي حاجه، على هو احسن من هذوك الناس اللي عندهم الدكتوراه كاع اللي في مصر وداك الشيء تقارنوا بين المغرب. الحمد لله عندك سميتو خو الخدم عدي بالقليل ويجيب الله الكثير. هذا الشيء اللي الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.